نقطة على السطر مع سلطان الجنب. كل بيت له طريقة باستقبال ضيوفهم، وهالطريقة تختلف من بيت لبيت، تختلف أحيانا حسب الضيوف. ممكن يكونوا قريبين منك، ممكن يكونوا أول مرة يزورونك في البيت، حيكون طريقة استقبالهم مختلفة، حتى الوقت يختلف بالزيارة. لكن تخيل لو جاك ضيف تعرفه وبدون وقت ولا عندك خبر بالزيارة، وقال لك أبى أتكلم معك في موضوع، يمكن ما راح تتوقع الموضوع اللي راح أتكلم معك فيه، لكن أنا بطلبك طلب، ما ودي تردني. أنا هزمني الشوق، ما عرفت أسيطر على مشاعري، ما عرفت أكون أقوى مني، كيف أتصرف؟ أنا ودي تفهمني، تقدر اللي جالس أحس فيه، تعبت بهالحياة ما حد حاول يفهمني، ما حد شاعر بوجودي، حتى دايم يكون دايما حدودي الأقصى شيء في كل شيء، وأنا معك وصلت لأقصاي. دخيل الله وبعد الله دخيل، ماني قادر أقاوم شعوري ولاني عارف أتعامل مع مشاعري. لو سألت سؤال بسيط، إيش السبب في وجود هالمشاعر؟ ليه تحب لهالدرجة؟ بيقولك أنا حساس. تقوله كل الناس عندهم مشاعر وأحاسيس، بس وش تبي من وراء هالمشاعر؟ هل تبي احترام؟ هل تبي تقدير؟ هل تبي تعوض مكان شخص مكان شخص؟ لو فكرت لحظة وعرفت السبب راح تقدر تسيطر على مشاعرك. تأمل، فكر ولاحظ، راح تعرف السبب اللي يخليك مليان بهالمشاعر، وبعدها تقدر تسيطر عليها. نقطع السطر.